يا الله، السلام عليكم. زيارة خاصة للبطل جوهر بوتس، وهاي وحدة من الطيور اللي كانت اختيار من محمد، 846 يعني معجب بيها كلش. ما شاء الله، هي الطيرة كلش حلوة. بت مباشرة لأول ناشونال آيس بزنكابي دي بي 2018، أول أولمبياد 2019 اللي هو الأولمبيك جولز. بطل أنتج أبطال وأخوته أبطال، يعني مين ما تجي أخوة أبطال بجنحين، هو بطل بجنحة وأنتج أبطال سنة 2020، أحفاده أبطال على مستوى سباقات السبرنت ومستوى سباقات الناشونال والمتوسطة. طبعا الأولمبيك جولز الأب والأم هي بت أبطال ومنتجة أبطال. الأم أم هاي الطيور، يعني نتائجها الموجودات بالشهادة، واخت مباشره الام اخت مباشره للي تاسع ناشونال على 22505، اختها منتجه ابطال تاسع ناشونال على 22505، حمامه رابع ناشونال على 1124. يعني طيره الام طيره منتجه ابطال واختها منتجه ابطال. وجد من ناحيه الام جدها اللي هو نيكو، اول ناشونال ايس بيجن كابي دي بي 2014، رابع ناشونال ايس بيجن كابي دي بي 2013، اول بروفنسيال بال 2013، اول بروفنسيال ايس بيجن 2013، اول اولمبيات ايس بيجن كات بي. وهذه نتائج اول ثاني مطبوق على الثالث ناشونال ايس فيجن كابي دي بي 2012 واول اولمبيات 2013. طير اول ناشونال ايس فيجن الجد، ورابع ناشونال ايس فيجن ماخذ، واول بروفنسيال واول اولمبيات، ومطبوق على الثالث ناشونال ايس فيجن كابي دي بي واول اولمبيات. وهذه النتائج مالتهم. اولمبيك جولز من فوق غني عن التعريف. ومن ناحيه الام، الام منتجه ابطال واختها منتجه ابطال، وابائها يعني اجداد هاي الطيره البيد محمد اول ناشونال ايس بيجن واولمبيات، وجدتها همين اول ناشونال ايس بيجن واولمبيات، ثالث ناشونال ايس بيجن واولمبيات. كل هاي بجهه. وتقييم الحمامه بيد محمد شلون محمد انت تحكي؟ طبعا هذه الطيره تروح لاخوي رحيم ابو علي، وان شاء الله اختيار موفق باذن الله. هذا ظهر الطيره، طبعا هذا التسجيل نفس الاولمبيك جولز، وطيرة جاية من خطوط كلش قوية، وطيرة كلش حلوة. ان شاء الله اختيار موفق باذن الله، ويشوف كل الخير بها. شكرا، السلام عليكم.